مشاهدينا، أنا حابة اليوم أكلمكم أكثر عن الإجراءات الاحترازية اللي وضعتها وزارة الصحة لضمان سلامة جميع الناخبين والناخبات. وعلشان كذي اليوم معانا في الاستديو الدكتور عبد الله السند المتحدث باسم وزارة الصحة. نرحب بالدكتور عبد الله. أهلا وسهلا دكتور عبد الله. حياك الله. في الصباح دكتور، شلون شفت التزام الناخبين بالإجراءات الصحية التي وضعتموها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نمسي عليكم بالخير ومسي على السادة المشاهدين بالخير كذلك. ونحن نتحدث مباشرة من مدرسة الشايجي في منطقة الرميثية. اليوم كان يوم حافل وتجربة حقيقة مثمرة لوزارة الصحة ولكذلك الوزارات المعنية في الدولة والجهات الرسمية. واجهنا فيها هذه الانتخابات والعالم كله يعيش هذه الظروف العالمية من وباء وجائحة كوفيد-19 وكذلك متغيرات العالمية ومتغيرات إقليمية، كما بالإضافة إلى المتغيرات المحلية. حاولنا الاستعداد لهذا الموسم منذ أيام يعني طويلة، ونحن نقوم بإعداد الخطط ودراسة كيفية التعامل مع هذه الانتخابات التي تأتينا هذه السنة في هذه الظروف المغايرة. ولله الحمد الطواقم الطبية والصحية هي تعمل على مدار الساعة وكانت موزعة في جميع محافظات البلاد وفي جميع الدوائر الانتخابية الخمسة وفي جميع مقرات الاقتراع بواقع 107 عيادات و114 من الهيئة التمريضية و558 من فني الطوارئ الطبية، هذا بالإضافة إلى 47 سيارة إسعاف تشارك العملية الانتخابية، بالإضافة إلى أطباء من الرعاية الصحية الأولية وفرق من الصحة العامة مفتشين صحيين وكذلك من إدارة التغذية والإطعام مفتشين صحيين. نعم دكتور، هل رصدتم حالات مثلا أثناء فترة الإدلاء بأصواتهم تعبوا واحتاجوا أن هم يقطعون يعني الدرب ويرجعون إلى المستشفيات؟ نعم طبعا، مثل ما ذكرنا أنه في كل مقر اقتراع هنا هناك عيادة، أي بواقع 107 عيادات منتشرة في جميع محافظات البلاد على المقرات، وتعاملت هذه العيادات مع بعض الحالات، ولكن ولله الحمد معظم الحالات كانت مستقرة تتراوح ما بين حالات الإعياء وحالات انخفاض في الضغط أو حالات انخفاض أو هبوط بالسكر، وتم التعامل معها جميعا. هذا بالأمر. الأمر الآخر، هناك بعض الحالات التي استدعت تدخل الطوارئ الطبية والمسعفين، ما يقارب 15 حالة تم التعامل معها عبر قسم التلقي البلاغات والعمليات من إدارة الطوارئ الطبية. 6 حالات تم نقلهم إلى المستشفى و9 حالات تم التعامل معها في نفس الموقع. نعم دكتور، كما ذكرت وكما يعلم أيضا الجميع أن هذه الانتخابات تأتي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا. دكتور، الأجهزة المعنية حرصت على إتمام هذه العملية الانتخابية، فهل نجح رهان الحكومة ووزارة الصحة تحديدا؟ نعم طبعا، وزارة الصحة هي لا تعمل وحدها، هي تعمل ضمن فريق حكومي متجانس من مختلف التخصصات، كل من موقعه وكل وفق تخصصه. كانت هناك بعض الاشتراطات الصحية التي وضعت، ولله الحمد لمسنا بشكل كبير التزام من عدد كبير من الإخوان والأخوات الناخبين والناخبات، ممن حرصوا على القيام بالإدلاء بأصواتهم وهم ملتزمين بالاشتراطات الصحية التي تم تحديدها. كانت هناك يعني ولله الحمد هم يعني تحملوا الكثير، سواء كانت الطوابير أو سواء كان الانتظار، كل ذلك كان من أجل مصلحة وصحة الناخب وصحة من يحب وصحة المتواجدين جميعا، سواء كان مرشح أو سواء كان ناخب أو سواء كان من الذين يقومون بالتنظيم على هذه العملية الانتخابية. نعم دكتور عبد الله، في بالي سؤال، هل هناك تخوف منكم كوزارة صحة أن تزيد الحالات الإصابة بكورونا بعد هذا العرس الديمقراطي؟ نعم، احنا في وزارة الصحة على أهبة الاستعداد منذ الإعلان في اليوم الأول عن ظهور هذا الفيروس.
ومرت علينا خلال هذه الفترة ونحن نعمل منذ الآن قرابة العام الكامل. مرت علينا مناسبات كثيرة، مرت علينا أعياد، مرت علينا مواسم اجتماعية، مواسم دينية، ومناسبات كذلك سياسية كالانتخابات التي نعيشها الآن. في كل عملية وفي كل موسم وفي كل مناسبة نقوم بأخذ كافة الاحتياطات. الوزارة في استنفار منذ عدة أشهر، منذ ما يقارب سنة كاملة، ويزيد الاستنفار خلال المناسبات كمناسبة الانتخابات. مثلما ذكرنا، الجميع يعمل على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع لمحاولة احتواء هذا الوباء ولمحاولة السيطرة على هذا الوباء. وأظن ولله الحمد قد نجحنا إلى حد كبير في السيطرة والحد من انتشار هذا الوباء. هذا النجاح وهذه الأرقام الرائعة التي حصلنا عليها هو ليس إنجاز يحسب لوزارة الصحة فقط، وإنما للجميع، لجميع وزارات الدولة، للمؤسسات، للأفراد، كل من على هذه الأرض هو مشارك في المسؤولية المجتمعية التي كنا ننبه عليها سابقا. فكما كنا نقول أن لكل شخص دور ولكل شخص مسؤولية، فكذلك عندما تكون هناك نجاحات فإن هذا النجاح للجميع. نحن نريد أن نحافظ على هذه الأرقام الجميلة. عندنا ولله الحمد انحسار في أعداد دخول المستشفى وفي أعداد الإصابات وفي نسبة الإصابات إلى المسحات وفي أعداد العناية المركزة. إذن هناك انحسار في عدد الحالات ولله الحمد. هذا الانحسار لم يأتي من فراغ، هذا الانحسار كان وراءه تحمل، كان وراءه صبر، كان وراءه إحساس بالمسؤولية، كان وراءه التوعية المجتمعية. الصغير، الكبير، المواطن، المقيم، الجميع تحمل والجميع صبر، فكانت هذه النتائج. هذه النتائج نريد أن نحافظ عليها. قد تنتهي الانتخابات وقد ينتهي الاقتراع بعد يعني إن شاء الله يعني وقت قليل. نعم. ولكن ما يعقب الانتخاب، هناك مناسبات، هناك من سيحالفه الحظ بالنجاح، كذلك هناك من لم يحالفه الحظ. هناك مناسبات سوف تقام سواء للأفراح أو للتجمعات، سوف تزداد العزائم والولائم. نحن يعني نريد من الجميع أن يستشعر المسؤولية، نريد أن نقنن، نريد أن نحاصر هذا الوباء. لا نريد بعد موسم الانتخابات لا سمح الله تزداد عندنا الحالات أو تزداد عندنا أعداد العناية أو تزداد نسبة الإصابات إلى المساحات. نحن نريد أن نحافظ على هذه السيطرة. نعم. فهذه المسؤولية المجتمعية يتحملها الجميع. نعم الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك وقواكم الله، وبالتأكيد نشكر جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا العرس الديمقراطي. مشاهدينا تذكروا أن التزامكم بالاشتراطات الصحية يعني المشاركة بأمان.